الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله، السلام عليك ربنا الشيخ. معلش ربنا يشفيك ويعافيك يا رب يا رب. بارك الله فيكم واصحاب الورد الجميل، اصلح لكم وبارك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. حمزه لك الصلاه لله لوحدي ولا لا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ربنا يعينك، الله خلصت الصورة بالعافية، ربنا يصلح لك وبالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. نشرح تفسير بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي رسول في الاولين وفي الاخرين الملا اعلى يوم الدين. توفى عند 230 في سوره البقره. ربنا يصلح حالك وبالك. حلقه تفسير ان شاء الله، تفسير القران. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الظالمين يا رب. انصرنا لمن عادانا الحق إنك أنت الله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. خلصت بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض لك يا رب العالمين. اللهم وحده لا شريك له، الملك وله الحمد والحمد على كل شيء قدير يا رب العالمين. ربنا يصلح لكم وبالكم. ادعي لهم امام ربنا يصلح لكم. بتدعي لكم كلكم يا استاذنا الفاضل. بالرزق الوفير والصحة والعافية يا رب يا رب يا رب. اصلح لكم بالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. مش راح تفسير ولا نقول درس كده محاضرة؟ انت عايزة تقولي ايه؟ انا مش عارفه فين اقول. مش مسؤوله. اللهم صل وسلم، اللهم صل على الحبيب يا رب اصلح الفضلك يا رب. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ الفاضل اختي بفسر حلم عندك. تفضل. الصراحة الحلم شفته اليوم ومبارح وأول مبارح، يعني 3 أيام وتكرر الحلم. هو إنه نحن عائلة مكونة من 7 أولاد و3 بنات وأب وأم. فشفت بالحلم إنه أنا وأمي ماشيين وأختي الوسطى معنا اللي أصغر مني، يعني معانا ماشية معانا. فكل شوي أشوف رجال يجي يأخذها، هي لابس لبس نفس لبس الرجال. كل شوي يجي يأخذها وأنا أرجعها، كل شوي يجي يأخذها وأنا أرجعها، كل شوي يأخذها وأنا أرجعها. إيش معنى؟ صغيرة؟ صغيرة؟ لا أصغر مني، أصغر مني، عمرها 12 سنة. وإيش معنى الحلم؟ يعني مامتك وباباك، أنت خدت مامتك وأختك معاه. ماما وأختي. ففجأة بلاقي إنه أختي كل شيء بتمشي مع رجال، يعني ماسكة يد رجال ولابس نفس لبسها. خير إن شاء الله. يعني حفظ أختك، يعني دي أمانة تحفظ عليها يعني. وخير يعني البنات حنينين، البنات خير تحفظ عليهم. ما أقولش تاني ولا أو إحنا، يعني أنت بتقول أنتوا 7، 4 و3، تخلي بالك منهم عشان ربنا يديك ويرضيك. يعني جاي لك في المنام اختك حبيبتك، يعني من صلبك ودمك ولحمك، فحافظ عليه لان دي ربنا بيجيب كم مره ويعيد لك الحلم نفسه. لازم تحافظ على اختك.
تفضلي. الأخت ده هدية من ربنا، بعت لك هدية تحافظ عليها، هدية ربنا البنت حلوة برزقان، يعني البنت برزقان. هيدي لك رزق يا يعني. شوف، أخته ماسكها معاها، بتروح وتيجي معاها في الطريق، يعني بمشوار، يعني بتحبك وبتخاف عليك وبتدعي لك، يعني خلي بالك منها، ربنا يكرمها يا ربنا يديك إن شاء الله. طيب في ريحانة حلم يا ثاني، رب. في حلم نعم، ثاني عادي أفسره. يعني خير، بدل اختك الدنيا كمان جاي لك الدنيا حلوه خضره، هيديك ربنا رزق، لان انت بر بقى. هيجيلك مريانة، هيجيلك خير هيجي لك خير ان شاء الله، بس عليك تصدق وعليك بذكر الله والصلاه على رسول الله. اتفضل. كأنك ماشي زي ما انت ماشي، ربنا يديك. في انك ماشي حلم في الخير تاني دايما. عادي أفسره. حلم تاني، اتفضل. الحلم عبارة عن إنه شفت أختي بليلة عرسها لابسة فستان أبيض، وفجأة بينطلق نار على واحد من المعزومين، نار مسدس. علي صوتك ده، فبالأم اختك نفسها، اختك أختي، نفسها لابسه فستان ابيض لا لا، ولا واحده واحدة غيرها؟ كبيرة، واحدة غيرها لابسة فستان عرسها الأبيض، وفجأة بينطلق نار، ونحن عم نرقص وهذا، فجأة بتنطلق نار مسدس على واحد من فجأة المعزومين. ف فجأة عملت ايه؟ شو؟ عيد الكلمة دي تاني، اجين عيدها تاني الكلمة، بتقول لي يعني كانت لابسة فستان أبيض وبعد كده. كانت لابسة فستان أبيض، ففجأة نحن عم نرقص ويعني مبسوطين فيها عرسها، بيطلع صوت إطلاق نار مسدس، وبينتشر الدم كذا هون وهون وهون من واحد المعزومين، يعني دم بينتشر، والعريس يعني بصير بيقع على الأرض، والناس بتموت كلها فجأة، وأختي بصير دم الفستان تبعها بيقلب أحمر، وواحد من المعازيم بصير بيصرخ إنه العرس قاتل، العرس قاتل، والدم بصير العرس ايه؟ بينتشر بأرض العرس. العرس ماله، ما كملتوش الفرح، ما كملش يعني ولا ايه؟ ما كمل، لا عليك، لان في يعني عليك بذكر الله واستغفر ربنا كتير وشغل اذاعه الكره، لان دي لكم اعداء كتير. اقول لك دم واخته لابسه فستان ابيض العريس، وبعد كده ايه؟ لقوا نار، يضربوا نار نار، بعد كده بقى العريس وقع يعني في الأرض، يعني في أعداء، خلي بالكم خير يا وربنا رب، خير يسترها ربنا يجعله إن خير شاء بإذن الله. الله. بس خلي بالكم عليكم بتحصنوا يا بذكر رب الله والصلاة خير على رسول، خير وإن كله، شاء الله خير، ما فيش حاجة شر أبدا، ربنا ربنا يبدلش شر يسترها أبدا وإياكم، يا رب. دعيت لك مامتك، ربنا دعيتها يسترها وإياكم في يا رب، حالكم كل يا رب، ما الجميل يخرجش عنكم الشر والغلس كله، يا رب، سمعت الدعوات الجميلة. الله يخرجش عنكم الشر والغلس وما كله. تلاقي حلم وحش تتفل 3 مرات على ايدك الشمال، واذكر وقوم اتوضى واستغفر رب، لان بيبقى شيطان. خير خير خير، ربنا يخرج بعيدك ودي خير. خير، يعني فستان ابيض وانقلب، بس ايه يعني حاجه كويسه. بس انت ايه عليك بذكر الله اكتر، وتنك تصدق، وقول لاختك صلي والجا ربنا اكتر واكتر، وبارك الله فيكم. اهم حاجه الصلي، اوكي، يعطيك الصلاه العافية. ربنا يقبل خاطركم يا رب. يعني كويس، يعني حلوة، بس عليك ذكر الله الدنيا. ربنا يصلح حالكم وبالكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني جات له اخته صغيرة، وبعد كده جات له اخته الكبيرة، شايفها لابسة فستان ابيض بيرقصوا فرحانين، بعد كده بقى لقى نار وضرب نار، دم بقى على الفستان بيطلع احمر كده ده. قلت له خير ان شاء الله، ربنا يصلح حالكم وبالكم. الشبكة عمالة تروح تيجي، ربنا يصلح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويموت على كل شيء قدير، يا ارحم الراحمين، ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم، وكل من سالنا بندعي لك يا استاذنا، ونبخل عليك ازاي بندعي لكم، سواء استاذ او استاذ. ربنا يكبر بخاطركم كلكم، يا رب سمعت كل اللي الدعوات، يكبر بخاطرنا يا يكبر رب بخاطره، رب يا رب يسترها وياه الله، ويصلح لحاله، يا رب يا رب، أو اللهم امين، يصلح لهم حالهم ووقتهم يا ويديهم وراضيهم يا الخير وخير يا منه، رب، اللهم امين. دعوات جميلة يا رب يديهم الخير وخير منه، ويصلح يا رب، حالهم وبالهم، يا رب، الله الله على الدعوات الجميلة ويبارك لكم كلكم ان شاء الله، يا رب يا رب يا رب، يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويبارك فيكم يا ولادي يا كلكم رب اصلح لكم بالكم. يا رب. اي حد عنده تفسير حلمه ولا كده يكتب له، انا افسره له ان شاء الله، فضيله الشيخ، ربنا يصلح لكم بالكم.
اللهم صل وسلم وبارك، او تفسير رؤيا، او ربنا يصلح لكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، في الاولين وفي الاخرين وفي الملء اعلى يوم الدين يا رب العالمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد. مساء الخير يا استاذنا الفاضل، مساء الخير والعسل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد، يحيي ويموت على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا وافعنا يا رب العالمين، وجزاكم كل الخيرات والبركات. واي حد عنده سؤال او اي تفسير او اي حاجه تحت امركم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، في الاولين وفي الاخرين وفي الملا اعلى يوم الدين يا رب العالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، في الاولين وفي الاخرين وفي الملا اعلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.